السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة من بوكس أوف سوليوشن هتسرع شغل الناس اللي بتشتغل في كهروميكانيكال، لأن هو يقدر يوزع العناصر بتاعته في قلب السيلينج زي ما نشوف دلوقتي. أنت تختار الغرف اللي أنت عايز توزع فيها، وبعد كده هتقول له مثلا انا عايز تكتب لي مثلا الاير تيرمينال اني فاميلي اني طيب فيهم، وبعد كده عايز مثلا اوزعهم 2 في 2 او 3 في 3 زي ما انت عايز، وتشوف ايه القواعد اللي انت عايزها للتوزيع. ممكن تحدد الاوفست قد ايه، يروح هو موزعهم لك بالشكل ده. بدل ما تاخد عنصر وبعد كده تعمل له كوبي وكوبي واوفست والكلام دوت، لا ده هيسرع لك الشغل. ممكن تحدد 20 غرفة في نفس الوقت وتقول له وزع لي مثلا الاير تيرمينال بثلاث ثلاثة مثلا، هو يروح مثلا. فهي أداة مفيدة لتوفير الوقت. لاحظ ان هو خلى المسافة من هنا اكس وهنا 2 اكس، وضعهم كلهم بنفس الشكل اكس 2 اكس. السبرينكلر حدد هو النوع من انواع رشاشات المياه. ورحمة حضرتك في النص بتاعي.